كنت بتحضري معاها الحفلة كواحدة عادية قطع تذكرة وبتقعد في المسرح، ولا كنت بتروحي معاها بقى في الكواليس خلف لا خلف لا، لما اروح لكن لازم اخش. تخش لها هي؟ مرة قالوا ايه حرم الدكتور، دخلت قامت قالت لي مرات ورايا، قالت لي انت حرم الدكتور، قلت له انا قلت لها انا حرم اللي تنادي عليه. المهم ان انا احضر ادخل لها. قعدت تضحك. يعني هي كانت علاقتها باحمد رامي كانت قوية صح؟ و و و